بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل من كتاب الكافي الشريف الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بأسناد متعددة في تأويل آية النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. اولا الله سبحانه وتعالى يبين مثل نوره. بعد ذلك يبين ان الناس قسمان قسم هؤلاء يحملون علوم القران وهم الائمه عليهم الصلاه والسلام يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يبين القسم الثاني وهم الذين عارضوا اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وخالفوهم ونصبوا لهم الحرب يمثل لهم بمثالين المثال الأول: «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب». هؤلاء الناس الذين عارضوا الأئمة ونصبوا لهم العداوه وحاربوهم هؤلاء قد يرى الانسان لهم اعمالا بنو اميه فتحوا كثيرا من البلدان وادخلوهم تحت رقعه الدوله الاسلاميه وصلت الفتوحات في عهد بني اميه الى اسبانيا غربا الاندلس في سنه 95 تقريبا فتحت الاندلس او بدا فتحها وشرقا وصلوا الى حدود الصين بعض الناس يرى هذه الاعمال فيبهر بها الله سبحانه وتعالى في المثل الاول يقول هؤلاء اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء، الإنسان القليل العلم، القليل المعرفة، الذي لا يعرف حكمة الله سبحانه وتعالى، يتصور أن هذه الأعمال أعمال عظيمة جليلة خدمات للإسلام، كلا الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا يحتاج للناس. وانما امرهم باوامر ونهاهم عن امور يريد عملك يكون ضمن هذا الاطار اذا عملك خارج هذا الاطار لا قيمه له الفتوحات اذا كانت خلاف اراده الله سبحانه وتعالى وخلاف حكم الله لا قيمه لها والا المغول جنكيز خان وهولاكو وغيرهم هؤلاء فتوحاتهم ليس لها في التاريخ من مثيل، أكثر من فتوحات المسلمين خلال فترة قصيرة حكموا رقعة ممتدة من الصين شرقا إلى قلب أوروبا إلى مصر. هذه الفتوحات لا مثيل لها في التاريخ، بس اكو واحد عاقل يعتبر هذه الفتوحات المغولية إنجازاً أو يعتبرها إجراماً هذه الفتوحات التي كانت خلاف الموازين الشرعية والعقلية وكانت بالقتل والنهب وسلب حقوق الناس هذه لا قيمة لها بنو أمية فتحوا البلدان ليتأمروا على الناس كما قال معاوية ما قتلتكم ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتزكوا ولا لتحجوا انكم لتفعلون ذلك يعني الذين حاربهم معاويه كانوا يصلون يصومون يزكون يحجون وانما قاتلتكم لاتامر عليكم اني ابي اصير الامير الرئاسه وشهوه الرئاسه اقوى الشهوات في الانسان إذا فتح بلدا لم يفتح لم يفتحه لأجل حكم الله سبحانه وتعالى ولا لتطبيق أحكام الله عز وجل ولا هو غاصب للحقوق زين هو في المكان اللي هو بلد الإسلام غاصب للحقوق هسه يريد يفتح بلاد الكفر حتى يطبق فيها الإسلام فلا قيمة لفتوحاتهم واحد يقول أنه أدخلوا الناس في الإسلام كلا من الأشياء التي كان في عهد العهد الاموي او العهد العباسي، طبعا هو بالاساس حكم اسلامي انه انت ما تجبر اليهود والنصارى على قبول الاسلام. اذا بقى على كفره خليه يبقى على كفره. مو مشكله وانما عليه ان يدفع الجزيه البلاد التي فتحت في عهد بني اميه في عهد بني العباس في العهود التي سبقتها ما اجبروا احد على الاسلام، لم يجبروا احدا على دخول الاسلام، ادفع الجزيه وابقى على دينك. اللي يقولون الانسان الاسلام انتشر بالسيف هذا كلامهم خطا، لا احد اجبر على قبول الاسلام والدليل على ذلك الاقليات اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه الموجوده في بلاد المسلمين الى يومنا هذا. من اليوم الاول ما كانوا يجبروهم على الاسلام، ادفع الضريبه، المسلم يدفع الضريبه، الزكاة مثلا انت ادفع الضريبه الجزية والدولة تحامك زين. هؤلاء فتحوا بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد مصر، ما اجبروا احدا على دخول الاسلام، ولا بلغوا للاسلام، لانه مو مهم بالنسبة لهم كان دخول الناس في الاسلام، المهم عندهم كان وسعة سلطتهم والاموال التي يجبونها من تلك المناطق. لذلك عامه الناس في هذه البلاد التي فتحت بقوا على كفرهم في زمان بني اميه وفي زمان بني العباس بالتدريج خلال قرون وخاصه في القرن الثالث بسبب المسلمين هؤلاء الكفار بداوا في الدخول في الاسلام، مو بسبب الحكومات. يعني عندما كانوا يرون المسلمين في حسن معاملتهم. مع الصديق ومع العدو، المسلمين الناس يعني الناس العاديين مو الحكام، الحكام كانوا يظلمون. هؤلاء المسلمون قسم من تعاليم الاسلام يطبقوها بشكل صحيح، هذا المقدار سبب انجذاب الكفار الى الاسلام، فدخلوا في الاسلام طوعا بالتدريج خلال قرون من الزمان. زين تشوف عندهم فتوحات ما لها قيمه. اللي مستوى الفكري المستوى المعرفي قليل يتصورها إنجازات كبيرة مثل الشخص الذي عطشان وهو في الصحراء الشمس عندما تشرق على الرمال مثلا يصير لها انعكاس هذا الانعكاس الإنسان يتصوره ماء وهو ليس بماء سراب عطشان من بعيد يشوف السراب يسرع نحو السراب ظنا منه بانه ماء يوصل الى السراب المنطقه ماكو ماء هو عطشان بحركته ازداد عطشا فيموت من العطش هؤلاء الكفار هكذا اعمالهم لا قيمه لها وقدمنا الى ما عملوا عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذا العمل ما له قيمه الله سبحانه وتعالى اشترط لقبول العمل شرطا انما يتقبل الله من المتقين زين ذولا ما عملوا بالشرط لم يكونوا متقين عملهم لم يكن لاجل الله لاجل تركيز سلطتهم فما له قيمه والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه ما له قيمه مو ماء حقيقي الظاهر موجود ما له واقع ما له نتيجة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه حتى يشرب منه لم يجده شيئا ماكو شيء ووجد الله عنده كأن المراد أنه من العطش هذا يموت فيلاقي الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان بموته سواء كان مؤمنا أو كافرا يكون في لقاء الله سبحانه وتعالى الايه الشريفه بالنسبه للمؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام بالنسبه للمنافقين الله سبحانه وتعالى يقول فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب زين هذا المثل الاول. المثل الثاني في هذه الايه في سوره النور: او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الكافر في ظلمات معنويه يحتاج الى نور معنوي نور الهدايه هذا الكافر او المنافق بسبب سوء اختياره جعل بينه وبين النور الالهي حاجزا هو منع وصول النور الا والا النور من طبيعته ان يصل الى الجميع يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا مثل الشمس، الشمس تشرق على كل الأرض، على كل منطقة، على كل زاوية، لكن واحد من عندنا يجلس في غرفة ويغلق النوافذ ويضع على النوافذ ستائر بحيث أن هذه الغرفة تصير مظلمة كاملا لا يوجد فيها نور هسه والتقصير من الشمس او التقصير من هذا الانسان والتقصير من هذا الاسلام انسان الشمس تشرق انت خليت حاجب بينك وبين الشمس انت منعت نفسك من فوائد الشمس من نور الشمس من حراره الشمس لا تلام الشمس على ذلك، أنت تلام بسبب سوء اختيارك. زين. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه واله وهو نور. وعين أوصياء للرسول وهم نور. وأمر الناس باتباعهم بالأخذ منهم. زين هسه إذا الناس رفضوهم لم ياخذوا منهم اخذوا من غيرهم هؤلاء يعيشون في ظلمه الجهل وكلما ازدادت هذه الظلمه بسوء اختيارهم ازداد ابتعادهم عن الحق فالمثل الثاني شنو هو؟ اذا انسان في سفينه او في قارب في ليلة ظلماء مو ليلة مقمرة زين البحر عميق الى امواج قوية جدا فهنا ظلمة البحر واذا اجا موج مغطى على السفينة هذا الموج ايضا يسبب ظلمة ثانية من فوق هذا الموج ايضا اجا موج ثاني هذه ظلمة ثالثة وهناك سحاب أيضا يعني حتى إذا أكون نجوم يمكن مثلا هذه النجوم لها نوع من النور أو الهداية أو كذا بسبب هذا السحاب حتى نور النجوم هم يوصل فظلمة البحر والظلمة التي التي سببها الحاجز الأول اللي هو الموج الأول والظلمة اللي سببها الحاجز الثاني اللي هو الموج الثاني والظلمه اللي سببها الحاجز الثالث اللي هو السحاب. هذه ظلمات بعضها فوق بعض. في هكذا حاله وهاي السفينه في خطر. الامواج تتلاعب بها والظلمه حالكه وشديده بحيث ان الانسان اذا اخرج يده لم يكد يراها، يعني الانسان حتى في الظلمه اذا اخرج يده يمكن اذا قرب يم يشوف ايده. لكن اذا الظلمه شديده جدا إذا أخرج يده لم يكد يراها زين هؤلاء الكفار مثلهم كمثل هذا الشخص الذي في هذه السفينة أو هذا القارب في ظلمات الجهل عند أعمال عند كذا بس كلها باطلة لأنها لم تكن عن الطريق الصحيح إذا واحد يصلي صلاة بخشوع بخضوع مطول بهذه الصلاة في الركعة الأول الأولى يقرأ السورة الطويلة في الركعة الثانية يقرأ سورة طويلة أخرى بس ما متوضي وصلاة باطلة إذا بعكس القبلة دا يصلي صلاة باطلة الصورة ليست مهمة المهم م. الواقع طبعا الواقع واحدة ما يكفي لازم الواقع يكون مع الصورة بس الصورة الصحيحة أنت تعتقد بالله ولازم تصلي أيضا لأن الله أمرك بالصلاة، والصلاة الصحيحة زين الآية تقول: أو كظلمات هذا المثل الثاني المؤمن في نور سواء في الدنيا أو في الآخرة أما الكافر أو كظلمات هؤلاء في ظلمات لا يهتدون في بحر لجي يعني بحر عميق لأن اللجة معظم الماء. معظم الماء يجتمع وين؟ في الأماكن العميقة. ليش الله سبحانه وتعالى يمثل هذا المثل في بحر لجي؟ لأنه الأمواج إنما تكون الأمواج الأجو... الكبيرة العظيمة في البحار العميقة. لذا البحار اللي مو عميقة عادة ليس فيها أمواج ضخمة وكبيرة، البحار العميقة المحيطات تشوف فيها بأمواج عظيمة مثل ديش الآية في قضية نوح في موج كالجبال من ارتفاعها أو كظلمات في بحر لجي يغشاه يعني يعلو ذلك البحر اللجي موج من فوقه موج يعني تلاطم يجي موج وعلى هذا الموج الأول موج ثاني وكل موج حاجز من فوقه سحاب فلا يرى راكب السفينه ضوءا هو الان في اضطراب الكفار هكذا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا يخشى الغرق في كل لحظه وما يشوف نجوم حتى يهتدي بها الى الطريق الصحيح حتى يروح اسى ولعل يوصل الى المقصد إذا أخرج يده لم يكد يراها. فهذا الكافر لا يهتدي كلما حاول بسبب سوء اختياره. الله قال لي اتبع الرسول. اتبع أهل البيت. إذا أنت اتبعت الرسول صلى الله عليه واله واتبعت أهل البيت يوصلوك إلى الجنة. طريق الرشد هو هذا طريقهم. يهدونك. لكن هو من الأول رفض صار في طريق آخر كلما يسير في هذا الطريق الآخر أكثر يتوغل في الظلام أكثر وكلما ازداد عنادا الله سبحانه وتعالى يخذله ويسلب عنه لطفه ولا يوفقه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الله هذا طريق الضلال ما جعل في نور لا هدايه فيه تريد تسلكه ما توصل الى الهدايه الله جعل النور هناك هناك اسلك من هناك اذهب لا تذهب هذا بعد مشكلتك لان الله سبحانه وتعالى خير الانسان وهديناه النجدين الانسان مخير وليس مجبورا زين هذا تفسير الايه اما تاويل الايه الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول: او كظلمات قال الاول وصاحبه يغشاه موج الثالث من فوقه موج ظلمات الثاني بعضها فوق بعض معاويه وفتن بني اميه. الامام اول يبين تاويل هذه الكلمات في هذه الآيات الى ان يوصل إلى هذا المقطع ظلمات بعضها فوق بعض، فتن بني أمية فتن عظيمة كانت، لأن بني أمية كانوا أعداء لرسول الله صلى الله عليه واله. أولاً في الجاهلية كان عداوة بينهم وبين بني هاشم، لأنهم كانوا يحسدون بني هاشم أبناء عمومه في الظاهر يعني، طبعاً هو في الواقع أمية ليس ابنا لعبد الشمس اللي عبد الشمس اخو هاشم ابن هاشم ابن عبد مناف وعبد الشمس ابن عبد مناف عبد الشمس وهاشم كانوا اخوه عبد الشمس راح الى الشام فتبنى عبدا روميا اسمه اميه تبناه في العرب كان التبني موجود يعني يتبنى واحد والناس يعتبروه ابنه ويلحقونه بنسبه بس الإسلام إجا ألغى هذه العادة الجاهلية وما جعل أدعياءكم أبناءكم الآية تقول أدعوهم لآبائهم وأمير المؤمنين في نهج البلاغة في إحدى رسائله إلى معاوية يصرح بهذا الأمر يقول ليس أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كمحمد صلى الله عليه وآله وهكذا إلى أن يقول وليس اللصيق كالصريح اللصيق يعني أنتم مو أبناء عبد الشمس لصقتم به لصقا بالتبني ليس اللصيق الصريح على كل حال لكن بالنتيجه عند العرب كانوا يعتبرون بنو كانوا يعتبرون بني عمومه فكان بني هاشم الفاضل في الجاهليه هاشم كان في عام المجاعه يهشم الثريد للناس ويطعمهم ويشبعهم ولهم فضائل كثيرة عبد المطلب أبو طالب وهكذا وبنو أمية لم يكونوا هكذا فكانوا يحسدون بني هاشم وأظهروا حسدهم في إنكار نبوة الرسول صلى الله عليه وآله عشرين سنة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله عشرين سنة 13 سنة في مكة من أول البعثة إلى هجرة الرسول وفي المدينة إلى فتح مكة في فتح مكة دخلوا في الإسلام خوفا طبعا الرسول ما أجبرهم على ذلك لكن دخلوا في الإسلام خوفا ليحصنوا ليحقنوا دماءهم مع أن الرسول كان معطيهم الأمان من دخل دار أبي سفيان فهو آمن اذهبوا فأنتم الطلقاء وما إلى ذلك فدخلوا في الإسلام نفاقا وكانوا يكيدون للإسلام إلى أن حصلوا الفرصة في زمان معاوية فحارب أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام ثم حارب الحسن فاستولى على البلدان الإسلامية واستولوا بنو أمية لمدة ألف شهر بتفسير الآية ليلة القدر خير من ألف شهر يعني ألف شهر يحكمها بنو أمية هؤلاء كانوا اعداء هسه صحيح هو مسلم بالظاهر لكن نفاقا بس يخطط لازاله الاسلام القضيه المعروفه عن سمع سمع معاويه صوت الاذان وسمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله قال لا والله الا دفنا دفنا لا والله الا سحقا سحقا يعني هذا الاسم اردت فنا اردت سحقه لذلك صنعوا من الفتن الكثير جدا ومن أسوأ فتنهم وضع الأحاديث على لسان الرسول صلى الله عليه وآله لتحريف الإسلام هسه ما قدروا يحرفون القرآن لكن تمكنوا من تحريف كثير من أحاديث الرسول بوضعها بتغييرها ب يعني حذف كثير منها وإيجاد حصار على كثير منها بحيث أنه إذا واحد دقل بعض الأحاديث كان يقتل يقطع رزقه من الديوان خاصة فيما يرتبط بفضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فتن معاوية وبني أمية إذا أخرج يده المؤمن في ظلمة فتنتهم لم يكد يراها يعني الفتنة شديدة جدا بحيث أن المؤمن أيضا أحيانا يحير لا يدري الحق من الباطل، الصحيح من السقيم. ثم بعد ذلك الامام يؤول هذا القسم من الايه ومن لم يجعل الله له نورا، يعني اماما من ولد فاطمه فما له من نور، يعني ليس له امام يوم القيامه يهديه الى الجنه، يوم ندعو كل اناس بامامهم. امام يدعو كل انسان باسمه باسم امامه فاذا هو امام حق يذهب به الى الجنه واذا هو امام كفر ونفاق وجعلناهم ائمه يدعون الى النار فيسوقهم الى نار جهنم هذا تاويل هذه الايه وقد ذكرنا في الحلقه الماضيه بعض ما يرتبط بالتاويل الان نذكر ايضا من زاويه اخرى الحاصل انه القرآن يوجد فيه كل شيء، فيه ظاهر وفيه باطن، الظاهر حجة للجميع، كل واحد يفتهم اللغة العربية الفصحى يفهم ظاهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يسر القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نعم هناك آيات متشابهات لازم الإنسان يراجع في فهمها إلى الراسخين في العلم اللي هم الرسول وآل الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام ليفهم معنى هذه المتشابهات كما قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم أحيانا الظاهر مجمل أقيم الصلاة لكن كيفية الصلاة هذه نأخذها من الرسول صلى الله عليه وآله حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي القرآن أمر بالزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لكن في أي عين من الأعيان الزكاة يكون الأنصبة أجاد وما إلى ذلك هذه التفاصيل تؤخذ من الرسول صلى الله عليه وآله وهكذا فظاهر القرآن للجميع، لكن هذا الظاهر بباطن هذا الباطن نحن لا طريق لنا له هذا يحتاج إلى إفاضة علم خاص بشكل غيبي من الله سبحانه وتعالى وهذا العلم أفاضه الله على الرسول صلى الله عليه وآله ومن بعد الرسول على الأئمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله فبالمقدار اللي لنا التأويل هذا المقدار نحن نعتقد به ونعمل به المقدار اللي ما لنا نجهله، وما اكثر مجهولاتنا اذا قيست بالنسبة إلى معلوماتنا. إذا نريد نمثل مثال لتقريب الفكرة. هناك الآن مثلا في الأجهزة الكمبيوترية توجد شفرة. أنت هذه الشفرة إذا دخلت عن طريقها قد تجد ملفات فيها آلاف ومئات الألوف من الكتب ومن المعلومات. تارة هذه الشفرة لا معنى لها تارة الشفرة لا إلها معنى جملة إلها معنى وأنت هذه الجملة التي لها معنى عن طريقها تدخل إلى هذه الكتب إذا اتضح هذا نجي إلى القرآن الكريم القرآن الكريم ظاهره له معنى وأمرنا بأن نتدبر فيه أن نتفكر فيه في ضمن هذا الظاهر وأن نعمل به. لكن هذا الظاهر مثل شفرة إلى باطن بس طريق الدخول إلى هذه الشفرة لكي تدخل إلى الباطن إحنا ما موجود عندنا، لا نعرف كيفية الدخول وإذا واحد دخل منا فإنما ينحرف حتما لأنه دخل في وادٍ ليس يمتلك أدواته ما يمتلك أدواته مثل واحد مو مهندس الآن ده يبني بناء زين ما يعرف القواعد الهندسية إذا بنى البناء هذا البناء ينهار إحنا ما إلنا أدوات معرفة الباطن فلذلك نكتفي بالظاهر ونأخذ علم الباطن بالمقدار اللي بينه لنا الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام. طبعا هذا بحث مفصل. هناك باب سيأتي إن شاء الله في الآيات التي أولت بالولاية. هناك سنتطرق إلى هذا الموضوع أكثر. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.